السلام عليكم، مرحبا بكم. جافي دي تاع اليوم قاكم بخير وعلى خير. اليوم جبتكم عصير لذيذ وصحي اللي هو عصير كرفس، يجي ولا اروع. معكم غير تبعوا فيديو الاخير، فوتوا معايا نشوفوا طريقه التحضير مع بعض. فوالا، بسم الله. هنايا نسبق في الكرفس ديالي، هنا قبل ما نحطو في الماء نقيته كامل من الحشيش اللي كان فيه، وحطيته هنايا في الماء ودرت فيه قطعه تاع الخل ونخلوه هكا في الماء، ولازم نغسلوه بيان 3 مرات حنا نغسلوه فيه، وبعدين نحطوه في الكسكاس. فوالا، وانا كما راكم تلاحظوا حطيتو كل الاوراق كل عيدان تاوعو. كما تعرفوا الكرفس فيه فوائد يعني عظيمه، نحن نخلي لكم الفوائد تاع الكرفس في صندوق الوصف. فوالا، هنا عندي زوج حبيبات تاع سعوديه اللي هي الجزر، فوالا، باسكو عندي زميلتي من مصر. فوالا، دوكا هادوما بعد ما قشرتهم وغسلتهم بيان، دوكا راح نقطعهم دوائر ونحطهم في طنجره ونغطوهم بشويه ماء ونخليهم يطيبوا. وهنا عندي حبه خيار بعد ما غسلتها، دوكا نقشرها ونقطعها دوائر. فوالا، هنايا بعد ما غسلت الكرفس تاعي بيان وخليته في الكسكاس يقطر، دوكا راح نقطعو. فوالا، هنايا راني قطعت الكرفس وقطعت الخيار، وهنا عندي زوج حبيبات قارص نعصرهم باش نكمل الوصفه تاعنا مع بعض. فوالا، هنا بعد ما كملت كلش دوكا نبدا نرحي. هنايا راني نحط في العصوار، وانتم ولا عندكم خلاط ولا فوالا تقدروا تحطوا فيه. وهنا كما قلت لكم الكرافس بالاوراق والعيدان تاعو مع بعض. فوالا، زيد نحط الخيار اللي قطعناه. فوالا، زيدو الزرديه اللي طيبناها. فوالا، هذا وين نحيتها، والماء مرميتوش اللي طيبت فيه الزرديه مرميتوش. فوالا، نسحقو من بعد. فوالا، ونزيدو العصير تاع القرص تاع زوج حبات. فوالا، بعد ما صفيتو بيان سور هكا، ونزيدو عليها مغيفه تاع العسل الحر. فوالا، بسم الله. نزيدو عليه الماء اللي طيبنا فيه الزروديه. فوالا، حق كاس هكايا ولا كوبلي كما راكم تشوفوا. دوكا نروح نميكسي كلش ولا نرحي كلش. فوالا، كما قلت لكم ولا عندكم الخلاط تقدروا ديروا فيه. فوالا، انا ما عنديش، دونك استعملت الصباغ. دوكا نرحي كلش ونعاود نولي لكم. فوالا، بعد ما رحيتو هنايا، بسم الله، نشوفوا القوام اللي تحصلوا عليه. شوفوا دوكا انايا هكا ما نخمش، راح نشربونا هكا، راح نزيد له الماء اللي طيب فيه اللي طيب به الزروديه. فوالا، حتى نتحصلوا على القوام اللي نقدروا نشربوه. بسم الله، نزيد له حق كاس كما تشوفوا. بون، لازم نفرغ دوكا انا في الطاس ونحرك ونشوف القوام اللي نسحق. فوالا، هنايا غادي نفرغ دوكا في الطاس. فوالا، القوام اللي نتحصلوا عليه. فوالا، انا هنايا دوكا راح نصفيه، باسكو انا وليدي ما يحبوش هكايا، دوكا راح نصفيه. فوالا، يجي ولا اروع في الكو تاعو، وثاني مفيد للصحه كثير. وكما قلت لكم نخلي لكم فوائد تاع الكرفس في صندوق الوصف هكايا باش ما يجيكمش يعني فيديو طويل. دوكا راح نصفيه ونعاود نولي لكم باش تشوفوا القوام كيفاش يخرج معنا. فوالا، هنايا بعد ما صفيتو دوكا نحطو يبرد باش نستهلكوه.